السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد خالد ورجعنا في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على نسختي انا وادهم. ادهم سعلودي سمنلودي، اسمه غريب، اسمه غريب بصراحه، بس يلا تمام. المهم دلوقتي احنا بنفتح النسخه علشان نشوف لو فيها اي اخطاء في تسجيل الدخول، علشان برضو ايه الناس اللي بتيجي تقول النسخ بيبقى فيها اخطاء في تسجيل الدخول. اصلا انا جيت اخش على النسخه لقيتها ما بتخش بسبب تسجيل الدخول بتاع النسخه، وصلت لحد ارسال الكود اهوت وكل حاجة تمام. وقف الفيديو لحد لما نخش بالكود ونرجع كده. احنا بتاعنا الرقم بتاعنا على النسخة دوت، الشكل بتاع النسخة، اسمك بيبقى فوق هنا، وهنا المميزات بتاعت البروسيس بتاعت النسخة. اول واحدة فوق خالص ديت هتلاقيها الخصوصية مكتوبة باسم انا وهو، وهنا برضو مكتوبة فوق الاسم بتاع ادهم واحمد خالد. اول واحدة خصوصية، تاني واحدة الباك اب دوت الشكل بتاعه. تحت خالص الكريدتس، لو انت برضو حابب تخش على القناة من مكان تاني هتلاقيها برضو في الكريدتس. طب تمام، هنا المكان الاولاني اهوت هتلاقي يوتيوب، اول واحده فوق ديت بتاعت ادهم وتاني واحده ديت بتاعتي انا. طب تمام، انا بعت شويه فيروس لنفسي علشان نجرب حوار الفيروسات والكونكت والحاجات اللي زي كده، علشان نشوف بس النسخه ايه هتعمل ولا لا. بس قبل ما نشوف، تعالوا برضو نشوف الشريط اللي تحت دوت. اول واحده اللي هي علامه النقطه الميه والايد ديت، بتدوس عليها بيدخلك على اعدادات الخصوصيه تاني لو انت حابب ان انت تدوس عليها اسهل، يعني ما تفتح الثلاث نقط اللي فوق وكده، يعني فكرة حلوة. تحت اللي جنبها هنا على طول المكالمات اظن باينة، وهنا الستوري لو انت عايز تكتب ستوري، ولو عايز كمان تغير بالالوان بتاعته هتلاقيها موجودة هنا. طب تمام، الناس بتقول لي ان في ان النسخة بتتحرق، هنخش برضو نجربها مع نفسك. هنا اخر واحدة تحت في الشمال هنا ديت بتجيب لك البروفايل بتاعك لو انت عايز تخش على البروفايل اسرع، يعني من الثلاث نقط وتخش وبتاع. المهم دوت الشات بتاع الفيروس. قبل ما نخش، ما نبدا نرمي اي فيروس او قبل ما نبدا نعمل اي حاجه، هنجرب اول حاجه الستوري التسجيل. فهنا تسجيل اهوت بيسجل وعادي، بس هو مش هيبعت بس علشان انا بصور الفيديو. طب بص كده النسخه في التنقل ما بين الفيروس، هتلاقيها سريعه جدا في التنقل ما بين الفيروس، ما بتثبتش ثانيه ولا بتهنج ثانيه من ضغط الفيروس، يعني مهما هيترمي عليك فرومات او غيره وغيره مش هتهنج منك ثانيه. هنا في تاسك، حابب انت تغير اسم التاسكر او حابب ان انت حابب قصدي ان انت تحفظ التاسكر، هتلاقيه هنا. وهنا برضو لو انت عايز تحط العدد بتاعك هنخليها خمس مرات، وهنخليها حرف مثلا او كلمه احمد، وهندوس سند هيبعت كلمه احمد خمس مرات، سريع برضو في الارسال زي ما انت ما شايفه. خلينا نعمل ريبلاي من فوق لحد تحت. اول واحد ده الفيروس بتاع مارشميلو، بيبقى تقيل دايما في النسخ لدرجه ان هو بيخلي النسخه قبل ما تخش على الروم وكده بتاخد وقت كبير. يعني دوت الفيروس بتاع الحاوي، وهنا التركي اكسوديا والديبالا، وهنا التركي والتركي تاني. طبعا كلمة احمد خالد والكلمة اللي جنبها ديت بدل كلمة ريد مور، فديت هي الاختلاف يعني، علشان بس لو انت مفكر ان الكلمة ديت حاجة غلط وبتاع، انت لو دوست عليها هتفتح الفيروس، وهوريها لكم في اخر فيروس تحت خالص. هنا هنعمل ريبلاي على كله، مفيش اي تعليق نهائي، حتى التنقل ما بين الفيروس بسيط وسريع جدا، يعني ما بتاخدش وقت ونسخة سريعة يعني بصراحة. اهو ريبلاي على كل الفيروسات اهيت اللي موجوده في ثواني، ما بتاخدش ثانيه كل الريبلاي. اهو ديفل، وهنا هو ديفل تاني، وهو تركي، كل الفيروسات دي بتعمل عليها ريبلاي في ثواني. حتى هنا فيروس البعبع ومتمردين، وهنا ديفل ومتمردين، وهنا الكونكت كمان اهو في ثواني. طبعا الكونكت دوت صعب ان انت تعمل عليه ريبلاي، بس هو في ثواني وبتعمل عليه الريبلاي كمان، والريبلاي مش مقصوص يعني، لو خدنا او بمعنى صح ما بينفعش يتعدل فيه. فديت برضو كنت حابب ان انا اعرفها لكم علشان بس ايه اكون شايف ان الريبلاي في حاجه او هو اللي بيعمل كده. النسخه سريعه جدا في رمي الفيروس، لو انت هتاخد حد رومات وهتقعد ترمي عليه الكونكت ده وتعمل عليه ريبلاي زي ما انا بعمل كده، فهي سريعه يعني مش بطيئه، وفيها التذكره اهوت، يعني النسخه جابت من الاخر. المهم خلونا برضو نشوف الحته بتاعت احمد خالد دي، كلمه احمد خالد وسمنودي ديت لو دوست عليها كده هيفتح لك بقيه الشات. لو خدت بالك كلمه المتمردين كانت متمردين بس، دلوقتي بقت متمردين فوق قوي. هنا كلمه دي بلاك، خلونا في كلمه طويله البعبع، لو واخد بالك كلمه البعبع اللي هنا دي، بص كده لما ندوس هنا هتلاقيها كملت، فديت اللي بتفتح الرسائل الطويله. قبل ما اتكلمنا في الثواني دي كان الفيروس كله اتعمل عليه ريبلاي بسرعه كبيره، يعني مش حاجه اللي هو ايه خد له مثلا وقت، لا ده هي بسرعه سريعه جدا يعني في وفي ان انت ترمي الفيروس او الكونكت ده. فانا شايفها حاجه حلوه وان النسخه سريعه جدا ديت حاجه حلوه برضو. خلونا نخش نشوف برضو
النسخة من جوه، الشكل من دسته على البروفايل عفوا، الشكل بتاع النسخة من جوه هو هو الشكل العادي بتاع نسخة المتجر، يعني مش متغير فيها أي حاجة من هنا. الإصدار بتاع النسخة أهو إصدار 2.20.135، وهنا أحمد و ده تمام كده، دوت الباكج نيم بتاع النسخة. المهم هتلاقي النسخة ديت موجودة في الديسكريبشن، لو دوست تحت هنا على علامة الشات ديت هيفتح لك الشاتات اللي عندك، تقدر ان انت تخش تتواصل مع الناس من الحتة ديت، قنوات اليوتيوب بتاعتنا. اول واحدة ديت اللي هي ديت كده بتاعت ادهم، واللي تحتها ديت كده بتاعتي انا كده. هنا في البي سي والرسائل الجماعية و اللي هو مجموعات الواتس ورسالة الرقم غير مسجل ومميزات البلس. انا ما اعتقد لحد دلوقتي كده دوت الشرح كافي للنسخة، يعني انا اعتقد انا جبتها لك من اولها لاخرها، ونسخه كانت سريعه جدا في الكونكت وفي فيروس حرق الشات، يعني حاجه كده من الاخر، حاجه عظمه اهو. دوت كريدت بتاع النسخه. فلحد هنا كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، نشوفكم فيديوهات تانية جايه كتير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.